قلة قليلة من السيدات العربيات استطعن تخطي حاجز المجتمع والرفض والسياسة والمحاربة والدور المرسوم سلفا للمرأة للحؤول دون وصولها إلى مراكز صنع القرار والتربع على عرشها. ولدى استعراض كارولين للإحصائيات والدراسات التي تتناول مشاركة المرأة الخليجية والعربية في مجالس إدارات الشركات، يظهر الفرق الشاسع بين المركز الذي استطاعت المرأة في منطقتنا الوصول إليه وبين ما حققته المرأة في الشركات الأجنبية عموما. عدد السيدات الأعمال اللي بتلاقيهم بمجالس الإدارة بالمنطقة هو عدد كتير قليل، هو 1.5%، وهذا العدد مخيف خاصة إذا بتقارنيه مع أرقام برات المنطقة. بإنجلترا هالعدد بيوصل ل 12%، اللي كمان منه عالي، أو بغير بلدان مثل نوروي بيوصلوا ل 22%. أكيد في إذا بتلاقي أنه بالسعودية هالرقم هو 0.1%، مع أنه بالكويت it's 2.7%. so في فرق بين البلدين بهالمنطقة. هلا شو عم تقول، شو هن الصعوبات؟ أول شيء أنه لسيدات الأعمال يقرروا يفوتوا بهاللعبة، هيدا قرار صعب، لازم يفكروا كتير منيح إذا بدهم يفوتوا بهاللعبة ولأي مستوى بدهم يوصلوا. هذا السؤال دايما المرأة بتسأل حالها ومنها أكيد إذا رح تعملها أو لا. تاني شغلة إذا هي مستعدة تفوت باللعبة السياسية، لأنه كتير مرات زبونات بيحسوا أنه إذا بيشتغلوا كتير حدا رح ينتبه لهم ويعطيهم بروموشن. هذا بمستوى هذا العالي ما بيكفي، لازم كمان المرأة تعرف تلعب اللعبة السياسية بس بطريقة الخاصة. أنا ما عم بحكي أنه ما تكون أوتنتيك لحالة، لازم تعملها بقيمة الخاصة، بس لازم تلعب هاللعبة السياسية لأنه الشغل لوحده ما بيكفي. بعدين لازم الست تكون مستعدة تحكي عن حالها، لأنه إذا ما بتحكي عن حالها ما حدا رح يحكي عنها. وكمان هون بطريقة اللي هي بتحسها مظبوطة، ما عم بحكي إنه تروح تعمل إعلانات عن حالها، بس لازم تعرف عن شغلها وعن حسناتها. شيء كتير مهم كمان بيشتغل مع زبونات النساء إنه كيف يعرفوا حالهم، أهم شيء السلف أويرنس. وهيدي الشغلة أكيد بتساعدك إذا عندك كوتش، بس كمان فيك يكون عندك منتور، يعني الشخص أنت بيكون مهم لإلك ومرق بهالمرحلة قبلك مثل رول موديل أو منتور، فيك أنت تستشيريه أو تستشيريها من وقت لوقت وتقولي لها أنا هل أنا عم بعمل الأشياء المضبوطة بالكارير تبعيتي. عندي كمان عدة assessments مثل 360 degree assessment اللي كمان بتعطيك صورة معينة على أنت وين يعني تقدر تاخدي صورة عن self awareness. بتعرفي ما فيني اقول انه لقيت صعوبات بحياتي المهنيه، كل شيء بشوفه مثل تحديات. اكيد اول شيء انه المراه تقرر انه تفوت باللعبه، يعني تقرر انه خلص بدها تكون ست، بدها تشتغل. هيدا كانت اول شغله يمكن كانت اللي انا قررتها. تاني شغله يعني بشركات الاجنبيه انت مثل غيرك، سو لازم بشغلك تداومي وتكوني دائما على يعني على المستوى، لانه ما عم بيعطوك يعني مش على اسمك او على عائلتك اللي هن يعني بيعرفوا قوتك بالشغل. كغيرها من السيدات التي يعملن لتحقيق ذواتهن، تواجه كارولين فتال تحدي العثور على التوازن الضروري بين واجباتها كزوجة وأم وربة منزل وبين مسؤولياتها كسيدة أعمال ومدير عام لشركة إقليمية. السر برأيها يكمن في رسم الهدف بدقة وفي التخطيط الصحيح للوصول إلى هذا الهدف.
التوازن بين العائلة والشغل شيء كتير صعب. ما فيني أقول أنه شيء بيوصله الشخص بطريقة هينة. So أكيد في أشياء لازم تعملي كومبروميز عليهم أو بالشغل أو بالعائلة. ما بدي أعطي صورة هيك مثالية أنه كل شيء ممكن. كل يوم هيدي صراع. في أيام بتكون أيام هينة وأيام بتكون أيام صعبة. بس مثل ما قلت لك إذا في هدف معين أنا برأيي أنه الست فيها تعمل اثنين. كل سيدة بتعيش بحياتها مرحلة ذنب وتقصير بتحس عندها هالإحساس أكشلي، بس يمكن بالفعل الأولاد ما عم بيحسوا فيها أو حتى بالشغل ما عم بينحس فيها. بس الست اللي عندها هي طموح كبير و perfectionist أكيد بتحس دايما أنه عم بتقصر بمحل أو التاني. بس هيدا الشيء أنا بساعد النساء وأنا بساعد حالي كمان أنت ما أحس بهالإحساس لأنه ما بيخليك تندفع للقدام. هذا شيء إحساس بينزلك يعني بدل ما يساعدك بطموحاتك. من الصعوبات اللي بتلاقيها المرأة العربية أغلبية الأوقات تاني ولد بيكون صعب على المرأة اللي بتشتغل وبتنجبر بوقتها تظهر من 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 الشغل. وكمان الفترة التانية وين المرأة بتلاقي صعوبات هي بس أهلها أو أهل جوزها بيكبروا بالسن وهي بتهتم فيهم. هذه كمان مرحلة تانية بحياة المرأة اللي بتشتغل اللي بتنجبر يمكن تظهر من مجال العمل. سو هل هل هالمرحلتين بالحياة صعبين جدا للمرأة اللي عندها كارير تراك وبتنجبر تظهر منه تهتم أو بولادها لأنه صاروا عددهم أكبر أو بأهلها اللي كبروا بالعمر. لأنه نحن بمجتمعنا مش شيء عادي أنه تحطي أهلك بمأوى أو هيك شيء، لأنه بعد عنا مجتمع كتير مستند على العائلة. في كل مرة كانت تواجه فيها كارولين بعض الصعوبات في حياتها المهنية كانت تنطلق مباشرة للبحث عن الحل من دون التوقف عند العوائق والتحديات. عدم اتقانها للغة العربية شكل لها عائق في بعض المراحل، فكان جوابها في اللجوء إلى مدرس متخصص وتعلم أصول اللغة، وها هي تجيبنا اليوم وتتحدث إلينا باللغة العربية لا سواها. الشغلة الصعبة مرقت فيها هي بس رجعت من الأرجنتين على لبنان بعد أكثر من 17 سنة برات البلد، وكانت مديرة مبيعات لشركة يونيليبر عم بشتغل مع فريق أغلبيتهم إذا مش كلهم رجال، والعربي تبعي خفيف ولازم روح أزور زبونات وأتعرف على السوق وأعطي اندفاع على الفريق ونقدر ننجح بمبيعاتنا ونوصل للأهداف اللي كنا حطيناها شهرية. هذا كان شيء كتير صعب علي، أولاً لأنه كنت شابة صغيرة وأغلبية الموظفين كانوا أكبر مني وكانوا رجال. بس بعد 3 سنين من شغل مع بعض كان فريقي اللي أنا بسميه اليوم دريم تيم، وكنا معروفين بالسوق لقوتنا ولاندفاعنا. وأكيد بس أنا أتخطى كمان مشكلة اللغة، قررت أخذ دراسات خاصة تقدر أدبر حالي على ليلة بالعربي مع زبونات ومع الموظفين. اوكي هلا ما بعرف قديش اليوم فيكم تحسوا فيهم، بس على القليل ساعدني اقدر احكي مع 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 هالفريق. سو كثير انبسطت بهالخبره وتعلمت كثير عن حالي كمان، انه كيف واحد مثل ما قلت لك مسابقا كيف واحد فيه يتخطى الخوف تبعه. يعني بعد 17 سنه بترجع بانفايرمنت ما بتعرفي مع ناس اكبر منك، بس الحمد لله كل شيء كان مثل ما لازم يكون. ما
ما بعرف إذا فيني أحكي عن قرار واحد كان صعب أو تحدي واحد كان صعب، بس أكيد واحد يقول لشخص إنه ما بقى له وظيفة بهالشركة شيء من أصعب قرارات انجبرت إنه أكيد مر فيها. كمان إنه إذا أنا مسافرة مثل ما كنت بالبحرين هديك المرة، بس أعطيت حلقة على الشركات العائلية، ما كون بأكيد احتفال بمدرسة أولادي، بتحس بهالصعوبة إنه تقدري تكوني بكل المحلات بذات الوقت، بس هذا مش ممكن. شيء صعب كمان مرقت فيه هو بس كنت أنا بالشركة العائلية بمنصب عالي وكنت مبسوطة بشغلي وترقى جوزي، وبهالوقت بهالوقت هيدا أنا انجبرت إنه أترك وظيفتي وإنه أجي على دبي. بس بعد ما تخطيت هيدا الصعوبة، بعدين أخذتها كفترة جديدة بحياتي، كتشابتر جديد من حياتي، وبلشت بهالوظيفة الجديدة اللي هي الكوتشنج، اللي هلا كتير بحبها وكتير بتمليني. سو بحس انه كل شيء بيكون صعب بالاول، بعدين بيكون في له فايده بعدين. السعي الى الامتياز هي الترجمة الحرفية للكلمة اللاتينية فرايستا، وهو اسم الشركة التي تشغل كارولين منصب مديرها العام في المنطقة. أما الوصول إلى هذا الامتياز فهو شرف لا يمنح للمرتاحين في حيزهم الآمن، فالحكمة تقضي بهز قدرك الراكد من حين إلى آخر. بخصوص التقاعد، مش حاسة انه انا رح يعني شخص بيحب يتقاعد. اللي يعني بشغل الكوتشنج هيدا الشغل، قد ما كبرت بالعمر قد ما صار عندك خبرة وقد ما صار عندك wisdom. سو هيدي الشغلة فيك تعمليها بأي عمر من الأعمار، وسو انا حابة انه كفي فيها لعمرا طويلا ان شاء الله.